بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور طارق شاكر، مدرس بكلية التمريض جامعة المنصورة قسم تمريض باطني جراحي. وإن شاء الله هنشرح النهاردة موضوع في غاية الأهمية ومهم جدا، وهو دايابيتس ميليتس أو ما يعرف بمرض السكر أو البول السكري. والحقيقة إن مرض السكر ده مرض شائع جدا، في نسبة انتشاره مش قليلة، مشاكله كتير، فلازم ناخد عنه جرعة كافية كده نعرف برضو يعني احنا هنتكلم عليه النهارده. بنهايه السيشن دي او بالليكشر دي لازم نبقى عارفين ايه هو مرض السكر، اللي هو الديفينيشن او ديفاين دايابيتس ميليتس، نعرف بيحصل ازاي او الباثوفيسيولوجي، نعرف نفرق بين انواعه اللي هي تايب 1 دايابيتس وتايب 2 دايابيتس. برضو رقم 4، نعرف ايه هي عوامل اللي بتخلينا اكثر عرضه للاصابه بمرض السكري. ونعرف رقم 5، ايه هي الاعراض اللي لما تحصل على شخص معين نقول ان ده عنده سكر، اللي هي الاعراض ساين وسيمتومز. برضه نعرف ازاي بتشخص، اللي هو دايجنوستيك ميجرز، هل في لاب انفستيجيشن معينه، هل في سكريننج معين. بعد كده رقم 6، نعرف ايه الدايتري موديفيكيشنز، طبعا ده عاد او ده عيان ذو طبيعه خاصه عنده مشاكل معينه، فلازم يبقى في تغيير في نمط التغذيه بتاعه. بعد كده ان احنا نعمل ديفلوب ميلان للتيتشنج انسولين سيلف مانجمنت او سيلف ادمنستريشن، عند عيان كرونيك هيدي لنفسه انسولين، فيعرف يديه ازاي واماكن ايه، انواع الانسولين ايه، مضاعفات السيلف انجكشن على لونج ايه، تايم ايه. بعد كده المانجمنت استراتيجيز فور بيرسون ويز دايابيتس، تبع العيان ده بقى هيبقى اكله ايه، شربه ايه، الاكسرسايز بتاعته ايه، بيبقى نظام مانجمنت بلان شامله كل حاجه، وبيكون فيها اللايف ستايل موديفيكيشن اللي بيها بيقدر يتلائم أو بيعيش بسلام مع مرض السكر. خلونا نبدأ بالديفينيشن، يعني إيه مرض السكر؟ هو ده مصطلح بيوصف إن في مشكلة في التمثيل الغذائي بيصحبه دايما يكون ارتفاع في نسبة السكر، دايما نسبة السكر نلاقيه عالي. الخلل ده بيكون في هضم أو الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات والفات والبروتين، ده بينتج يا إما انسولين ديفيشنسي، يا إما في نقص في الأنسولين، إفراز الأنسولين، يا إما ما بتفرزش خالص، يا اما بتفرز بس الخلايا مش عارفه تستفيد من بالاكشن بتاع الانسولين، هو بنسميه انسولين ريزيستنس، يبقى يا اما انسولين قليل او مفيش خالص، او القليل او بتفرز بكميه كافيه بس الانسولين ريزيستنس اللي الجسم مش عارف. الانسولين ده بيرتبط بريسبتور على الخلايا فيدخل الجلوكوز الخلايا، طالما في مشاكل في الريسبتورز فده بنسميها ايه، مقاومه الانسولين. اذا اتوجدت يبقى الانسولين موجود بس مش شغال، وبالتالي الجلوكوز عالي فيطلع علينا الحاجه اللي هي الهايبر جلايسيميا، وهي دي في الاول وفي الاخر هي العلامه المميزه اللي هي اللي تقول لي ان العيان ده مريض سكر. عندنا حاجه بقى اسمها الكلاسيك تريات او مثلث كده، اللي احنا بيه اذا اجتمعوا مع بعض بنقول العيان ده سسبكتد ان هو سكر، بس هنكونفيرم بتحاليل. ايه هو الكلاسيك التريات؟ ثلاث حاجات بيبداوا بكلمه بولي، وكلمه بولي ده او الاكسبريشن او السافكس بتاع بولي معناه كتير. يقول لك بولي يوريا يعني فريكوينت يورينيشن، بخش الحمام كتير. بولي ديبسيا معناها للعيان دوت على طول عطشان، يقول لك على طول حاسس ان لساني ناشف وعطشان باستمرار. بولي فيجيا معناها للعيان ده جعان وعلى طول بياكل كتير. يبقى ثلاث حاجات، يقول لك بولي يوريا، بولي ديبسيا، بولي فيجيا، يعني عيان بيخش الحمام كتير، عيان بيعطش كتير يعني بيشرب كتير وبياكل كتير. ده يمكن صورة كده انفوجراف بتقول لك اللي هو على طول فيلينج هانجري، فيلينج هانجري يعني على طول جعان، اللي هي هنا بولي فيجيا. فيلينج ثيرستي يعني على طول حاسس ان لسانه ناشف ويقول لك انا عطشان على طول وبشرب ميه كتير، اللي هي فيلينج ثيرستي، اللي هي بوليديبسيا. طبعا بيأثر على العين، طبعا بيأثر مع اللورنج ران على الوعاء الدموية وخاصة العينين، فتلاقي فيه مشاكل في الرؤية. فريكوانت يورينيشن يعني العين ده بيخش الحمام كتير، اللي احنا قلنا عليه هنا بوليوريا. تنجلينج لامبس اللي هو يقول لك على طول عندي خلل في الاعصاب الطرفيه وايدي بتنمل وبتشكشك والكلام ده كله، وفي ساعات منهم اوفر ويت تلاقي عنده وزنه بيزيد، مش كله طبعا بس هو اشهرهم الثلاثه دول. اصل مش اي واحد عنده مشكله في الرؤيه نقول عليه انه مريض سكر، ممكن عنده ميه بيضه، ميه زرقاء، عنده مشكله في عصب العين، ما نقدرش نحكم. برضه مش اي حد عنده تنميل في صوابع ايديه ورجلين نقول انه سكر، فهم حاجات مش سبيسيفيك، لكن السبيسيفيك الثلاثه دول.
ثلاثة يعني سميناها كلاسيك ترياد، يعني بوليوريا، بوليديبسيا، بوليفيجيا، يعني واحد بيخش الحمام كتير وبيعطش كتير فبيشرب كتير وبيجوع كتير فبياكل كتير. ادا السيمبتومز. يعني في لقيت برضو حاجات كده بتبقى مصاحبة لمرض السكر، يقول لك السيفن كومن سيمبتومز اوف تايب 2 دايابيتس. بتلاقي عنده يطلع على طول لو عنده جرح يقول لك ديلي هيلينج، ديلي هيلينج. عشان كده احنا بنسمع يقول لك العيان لو مريض سكر وداخل عمليات ظبط سكره قبل العمليات، عشان لما يطلع من العمليات بسلام الجرح ما يتأخرش في انه يلم فيحصل انفكشن وسيبسيس والكلام ده كله. فدايما تلاقي اي جروح عند العيان السكر اللي مش متظبط بياخد وقت طويل على ما يلم. مشاكل في النظر على طول، يقول لك في فانجل انفكشن. دايما مرضى السكر مناعتهم ضعيفة ومعرضين انهم يحصل لهم اصابات فطريات في ضوافر ايده وبين صوابع رجليه وفطريات في الاذن الوسطى تعمل له اوتيتس ميديا، فدايما هتلاقي في عدوى فطريه. منهم ناس بتخس، ما هو بيخس عشان الانسولين مش شغال بالصوره الكافيه فما بيدخلش الجلوكوز الخليه، كده الخليه ما حصلتش على الطاقه، ما الجلوكوز ما دخلش، فتبدا تكسر في الفات والبروتين اللي موجودين في الجسم عشان تحصل على طاقه. فلما البروتين والفات يتكسرهم كده عمال يخس. عشان كده احنا واحنا مش عارفين السبب، لا السبب هو بسبب الانسولين. ومن ضمن الاعراض طبعا بيقول لك انا بخش الحمام كتير وتنميل في ايديه وفي رجليه بسبب خلل في الاعصاب الطرفيه. يقول لك تايبس اوف دايابيتس ميليتس. طبعا دايابيتس ميليتس احنا بنختصرها بالابريفيشن اللي هو دي ام. هما عندي يعني نوعين مشهورين جدا ومعاهم النوع الثالث اللي هو جيستيشنال دايابيتس، بس خلينا في اشهر اتنين دلوقتي اللي هو يقول لك تايب 1 دايابيتس. ده ليه مسمى تاني، يقول لك انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس او جوفونايل دايابيتس، اللي هو بيجي في الاطفال او الصغيرين. يبقى تايب 1 دايابيتس هو اللي بيسموه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس اللي هو اي دي دي ام، او ما يعرف بجوفينايل دايابيتس اللي هو المرضى اللي هو اللي يعني دايابيتس في الاطفال او في الصغيرين. ده معناه ايه؟ عن الجسم مش قادر انه يفرز الانسولين. طيب 1 مفيش انسولين الجسم بيفرزه، البنكرياس اعتبره مش موجود، محتاج ان الشخص ده لازم يحقن نفسه بالانسولين، ما هو الجسم ما بيفرزوش فانا هديهوله من بره. يبقى نعرفها كده تايب 1، 1 دي على شكل حرف الاي، يبقى محتاج انسولين، وانسولين بتبتدئ بحرف الاي واسمه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، وبرده انسولين بتبدا بحرف الاي، هتلاقي كلها ايات كده. يبقى تايب 1 محتاج انسولين اهي، تايب 1 على شكل حرف الاي وانسولين بتبدا بحرف الاي، يبقى تايب 1 محتاج ايه؟ انسولين انجكشن او انجكت انسولين، ودي بتبدا بحرف الاي وانسولين بتبدا بحرف الاي، ورقم 1 او نمبر 1 على شكل حرف الاي. يبقى لما الاقي تايب 1 محتاج انسولين انجكشن، اي مع اي مع اي، اللي هي اي اولانيه دي اللي هي يعني تقريبا اللي هو مشابه رقم 1 يعني عشان ما تتلخبطش. تايب 1 واحد على شكل حرف الاي يبقى محتاج انسولين، ما هو الجسم ما بيفرزهوش فادوله من بره. ولازم تبقى عارف ان تايب 1 اسمه جوفينايل دايابيتس، ولازم تبقى عارف ان تايب 1 اسمه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، يعني مرضى السكري المعتمد على الانسولين، لازم هدي انسولين ما هو الجسم ما بيديش. تايب 2 دايابيتس له اسم تاني سميه نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، هتحط بس كلمة نون مع انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس اللي هي تايب 1، تزود قبل منها كلمة نون بقت تايب 2 دايابيتس ميليتس اللي هي ان اي دي دي ام، وده بقى بيجي في الكبار عشان كده سميناه ادلت اونست دايابيتس. انت لو دخلت قسم السكر لقيت واحد عنده 10 15 سنة ومتشخص سكر، خلاص عرفت ان تايب 1. واحد عنده 50 60 سنة وتقعد عندك السكر من كام يا عم الحاج، يقول لك بقى 10 سنين يعني كانوا في سن ال 40، خلاص تايب 2 انت بتعرفها برضو من هنا. بس هو عايز يقول لك اللي ايه تايب 2 الجسم بيفرز انسولين بس بكميه قليله، او بيفرز انسولين بكميه مناسبه بس في مقاومه، انسولين ريزيستنس. يعني ايه انسولين ريزيستنس؟ الانسولين بيتفرز في الدم بيمشي على الخلايا، الخلايا عليها ريسبتورز او مستقبلات تمسك الانسولين وتخليه يتحد مع الجلوكوز فيخش الخلايا. هنا بقى الريسبتورز ما بتتفاعلش مع الانسولين ف
فبالتالي الانسولين ماشي في الدم اكنه شفاف مش موجود، مش شايفينه. يبقى الانسولين موجود بصوره قليله وشغال كويس، يا اما الانسولين موجود بس في مقاومه للاكشن بتاعه، ففي النهايه الانسولين مدخلش الجلوكوز الخليه فادانا الجلوكوز عالي في الدم. يبقى فرق بين تايب 1 وتايب 2 ان تايب 1 الجسم ما بيفرزش خالص ومحتاج انسولين اديهوله من بره، لكن تايب 2 الجسم بيفرز يا اما انسولين قليل يا في انسولين بس ليه مقاومه الانسولين ريزيستنس، ان الخلايا ما بتستجيبش للاكشن بتاع الانسولين. بس هو بيقول لك ان تايب 2 دايبيتس احنا نقدر نمنعه لو عملنا هيلثي لايف ستايل، ناكل كويس مش على طول بقى ناكل نشويات وعيش ورز ومكرونه ومحشي وجاتوهات، نلعب رياضه عشان ما نزيدش، ما انت عارف ان الزياده في الوزن او الدهون بتزود من مقاومه الانسولين. في بقى نوع التالت، يبقى تايب 1 وتايب 2. تايب 3 بقى مش تايب 1 وتايب 2، النوع التالت بقى اسمه جيستيشنال دايابيتس، ده السكر الحمل اللي بيجي للواحده وهي اثناء الحمل، بس وارد ان بعد الحمل ان يروح قالب لتايب 2 دايابيتس ويكمل معاها بقى. يعني هو بيجي بعد الحمل المفروض انه يروح بعد الولاده. طب لو ما راحش بعد الولاده وكمل، طب خلاص هيجي لها بقى، وفي الحاله دي هنسميه تايب 2 دايابيتس. بقى عندي ثلاث انواع كبار، تايب 1 وتايب 2 جيستيشنال. تايب 1 الجسم ما بيفرزش انسولين خالص، هديله انسولين من بره. تايب 2 دايابيتس الانسولين بيتفرز بكميات قليله او بتفرز بكميات مناسبه لكن في مقاومه لعمل الانسولين دوت، وده انا اقدر اظبطه شويه لو كان اكل صحي ورياضه كويسه عشان احافظ على وزني. النوع الثالث، النوع الثالث ما اسموش تايب 3، ما مش اسمه كده، هو اسمه النوع الثالث. يعني الانواع الاخرى ايه؟ جستيشنال دايابيتس اللي هي بيجي لواحده اثناء الحمل والمفروض انها بعد الولاده السكر بيروح، لكن لو ما راحش هيكمل معانا، وفي الحاله دي بيبقى سموه تايب 2 دايابيتس. طب هل اي حد فينا معرض انه يجيله السكر؟ لا، هو في يعني عوامل معينه لما بتيجي في واحد في شخص معين بنقول له انت اكثر عرضه انه يجي لك سكر، لكن مش شرط. الناس الاوبيز او الناس اللي عندها بينج اوفر ويت، اللي هي الناس اللي وزنها زياده، عشان الدهون دي بتقلل من كفاءه عمل الانسولين، وطالما الانسولين كفاءته قلت يبقى الجلوكوز هيعلى يدخلنا في سكر. الناس اللي عندها الضغط، هو يعني بعض الابحاث لقيت ان في علاقه، الناس اللي عندها ضغط عالي بيبقى اكثر عرضه يجي لهم سكر، علاقه بحثيه واستنتاجات. جيستيشنال دايابيتس، الواحده اللي بيجي لها اثناء الحمل المفروض بعد الولاده بيروح، لكن لو جالها هي معرضه انه يكمل معاها ويقلب بتايب 2 دايابيتس. سيدنتري لايف ستايل، اللي هي الناس بقى اللي على طول ما بتتحركش، ينزل من البيت في الاسانسير، ياخد عربيته يروح الشغل، ياخد اسانسير الحركه قليله، على طول بياكل تيك اواي وبيدخن الكلام ده كله. فاميلي هيستوري، عشان عامل الجينات او الوراثه، يقول لك ده ابويا كان عنده سكر وامي كان عندها سكر واخويا عنده سكر، خلاص كده في جين اللي هو بيخليك اكثر عرضه انه يجيلك سكر. الايج ودوت في الاطفال الصغيره وارد يجي لهم، او في كبار السن، في كبار السن وارد انه يجي لهم سكر برضه، هيبقى تايب 2 دايابيتس. الباثوفيسيولوجي ممكن احنا قلناه في التعريف بس هنعيده تاني. تايب 1 دايابيتس بيحصل ان الاميون سيستم الجهاز المناعي بيكسر الخلايا اللي بتفرز الانسولين في البنكرياس اللي هي اسمها بيتا سيلز اوف لانجر هانز، فالجهاز المناعي المفروض ان بيحميني ضد الفورن بادي او الاجسام الغريبه، لكن احيانا بقى بيتعمي كده وبيتلخبط فيبدا يهاجم الجسم نفسه بنفسه، فيبدا يدمر الخلايا اللي بتفرز الانسولين في البنكرياس، وطالما يعني دمر الخلايا فما عادش المصنع اللي قاعد بيصنع الانسولين ما عادش موجود، وبالتالي الانسولين مش هيتفرز، او نو انسولين از بروديوسد، مع الخليه او المصنع اللي بيصنعه ما عادش موجود، فكده الانسولين عاد زيرو، وده محتاج انسولين. لكن تايب 2 دايابيتس بيقول لك لما الجسم ما بيفرزش الكميه الكافيه، هو بيفرز بس اقل من الجسم محتاجه، ففي الحاله ديت تبقى مشكله. هو الجسم محتاج مثلا عدد معين من الانسولين، انت بتدي له اقل، زي ما انت مثلا محتاج مصروف 5 جنيه بدي لك انا 3، طب مين هيكمل الاثنين؟ فبيقول لك يا اما بيفرز بكميه اقل من اللي الجسم محتاجه، او بيفرز بس الانسولين له مقاومه من قبل الجسم اللي سميناها انسولين ريزيستنس. ادي صوره توضيحيه اهوت، هيلثي يعني الطبيعي او النورمال، الانسولين اهوت بياخد الجلوكوز بالريسبتورز
الريسبتورز هي تاخد الانسولين، تمسك في الانسولين، فلما الريسبتور زي الفيشه كده مدخلها في الكهرباء تقوم اللمبه تنور. ادي عندك المستقبلات اهيت، والانسولين اللي هي الكره الزرقاء يمسكوا في بعض، يروح ايه تروح الخليه فاتحه الباب بتاعها، يقوم الجلوكوز داخل. طيب في تايب 1 المستقبلات الريسبتورز موجوده والجلوكوز موجود، بس الضلع الثالث اللي هو الانسولين مش موجود. هما 3 اضلاع، انسولين وانسولين ريسبتورز وجلوكوز، يعني الانسولين ومستقبلات الانسولين والجلوكوز. هنا في الهيلثي الانسولين موجود والريسبتورز موجوده، اتحدوا مع بعض قامت الخليه مدخله الجلوكوز. لكن في تايب 1 الانسولين مش موجود، بالرغم ان الريسبتورز موجوده والجلوكوز موجود. فطالما الانسولين مش موجود يفضل الجلوكوز في الدم فيعلى في الديك الهايبر جلايسيمي. لكن في تايب 2 الانسولين موجود والجلوكوز موجود، بس الريسبتورز ما بتتحدش مع الانسولين اللي سميناها مقاومه الانسولين. يبقى الجلوكوز موجود والريسبتورز موجوده، بس مش هيتحدوا ببعض زي الشكل ده كده. وطالما ما اتحدوش مع بعض يبقى هيفضل الجلوكوز في الدم. يبقى الدايابيتس ميليتس الطبيعي ان في جلوكوز يتحد بالانسولين وجلوكوز ومستقبلات الانسولين، مستقبلات الانسولين بتتحد بالانسولين، يقوم الخليه مدخله جلوكوز. لكن في تايب 1 ما فيش انسولين، فبالتالي الريسبتورز ما فيش حاجه تتحد بيها، فيفضل الجلوكوز في الدم فيعلى في الدم. لكن تايب 2 الانسولين بتفرز بكميه قليله او بتفرز بكميه مناسبه، لكن ما بيتحدش بالريسبتورز بتاعته، فبالتالي يفضل الجلوكوز عالي في الدم. طب نشخص العيان ان عنده دايابيتس ميليتس ازاي؟ اول حاجه لازم يكون عنده حاجه من الكلاسيك تريات ده، اللي هو المثلث الثلاثي دوت، اللي هو البوليفاجيا، بوليديبسيا، بوليوريا، اللي هو بياكل كتير بيعطش كتير ويشرب كتير ويقول لك لساني ناشف وبالتالي يخش الحمام كتير. لازم يكون عنده الاعراض دي. نقيس له تحاليل في الدم، بلد جلوكوز في الدم تلاقيه عالي، بس التحاليل انت عارف ان فيه تحليل صايم وفاطر وعشوائي، صايم وفاطر وعشوائي. يعني ده يصوم من 7 ل 8 ساعات، من 6 ل 8 ساعات، ونعمل له تحليل سكر صايم اللي هو فاستنج بلاد جلوكوز، المفروض انه يطلع اكتر من 126 مللي جرام بر دي سي لتر. لو واحد صايم من 6 ل 8 ساعات وسكره طلع 126 فيما فوق وعنده الثلاث اعراض دول اللي هي بوليفاجيا، بوليديبسيا، بوليوريا، لا انت كده في سكر. او عشوائي يطلع اكتر من 200، لو محللناش صايم حللنا عشوائي يطلع اكتر من 200، فخلي بالك من حاجه زي كده. وفي بقى حاجه اسمها اللي هو جلايسيتد هيموجلوبين او هيموجلوبين اي 1 سي، ده بيقول لي نسبه الجلوكوز في الدم اخر 3 شهور كام. لو طلع اكتر من 6.5 برضه بيقول لي كده، اهي ادي جلايسيتد هيموجلوبين اي 1 سي. انت عارف الهيموجلوبين بيتحد مع الاكسجين، بيتحد مع الهيموجلوبين، وطبعا انت عارف ان ده موجود في كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء بتعيش 3 شهور، فقال لك ان كمية الجلوكوز في اخر شهرين 3 شهور اللي هو عمق الدم الحمراء هتديني مؤشر ما بتتحد مع الهيموجلوبين. يبقى البلاد جلوكوز بيتحد من الهيموجلوبين والاكسجين، وكرات الدم الحمراء بتعيش 3 شهور، فاقدر عن طريق الهيموجلوبين اي 1 سي اعرف اخر 3 شهور كان نسبة البلاد جلوكوز اللي متحدة مع الهيموجلوبين كام. لو طلعت اكتر من 6.5 ده برضه بيقول لي ان المنحنى السكر دوت او السكر التراكمي على مدار 3 شهور كان جلوكوزه عالي، فده برضه مريض سكر. راندم بلاد جلوكوز ليفل. طيب في هل في تحاليل تانية؟ في تحاليل تانية، بس احنا عاوزين نعرف بس برضو يعني ايه زي هنت كده او خلفية بسيطة التحاليل دي بتتعمل ازاي. يقولك لو راندم بلاد جلوكوز تيست او راندم بلاد شوجر تيست، يعني تحليل عشوائي، بناخد عين الدم في اي وقت على مدار اليوم بغض النظر بقى هو اكل امتى او شرب امتى، المفروض ما يتعداش ال 200 مللي جرام بالديسيليتر، وبالمول بتبقى 11.1 مللي مول بير ليتر. اكتر من 200 يبقى انت كده بتتكلم في السكر. يبقى العين ده في اي وقت بروح اقوم واخد عينه الدم، او لو اتعمل بنشكه ونعمله بالهيموتيست اللي هو التحليل للجهاز اللي في الصيدليات دوت، لو طلع عشوائي اكتر من 200 لا كده في مشكله السكر عالي.
لكن فاستنج بلاد جلوكوز تيست، او خلي بالك كلمه البلاد جلوكوز هي بلاد شوجر، فاستنج يعني صايم. طالما صايم يبقى في فتره معينه، ممكن يكون صايم طول الليل، مش طول الليل مقصود بقى هنا يعني ال 12 ساعه، يعني بيتعشى والصبح يعملها، بس احنا بنقول من 6 ل 8 ساعات، وبعد كده عين الدم المفروض ما يزيدش عن 126، المفروض ما يزيدش عن 126. طيب مثلا من 100 ل 125 ده بيسموه بري دايابيتس، ما قبل السكري، يعني هو اكثر عرضة اكثر من الطبيعي ولسه ما وصلش للسكر، بنسميه بري دايابيتس. من 100 ل 125 المفروض يكون الفاستنج اقل من الفاستنج، يعني ما يتعداش ال 100. يعني بيقول لك انت هيصوم وتاخد عينه، المفروض للزان 100 ملي جرام بير دي سيليتر، المفروض يكون اقل من 100، اللي هي 5.6 ملي مول بير ليتر، اقل من 100 ده طبيعي. طيب لو من 100 ل 125 انت كده حاجه اسمها بري دايابيتس، انت داخل بقى على سكر ما قبل السكر، لو اعلى من الطبيعي واقل من مرض السكر نفسه، المرحله اللي هو انت خلاص لو ما ظبطتش نفسك تخش على السكر، بسمان ما قبل السكر. طب وصل 126 فيما فوق اللي هو 7 ملي مول، لا ده كده انت بتتكلم واستعملوه مرتين على مدار يومين، لا كده انت بتتكلم في سكر. يبقى الفاستنج هيصوم من 6 ل 8 ساعات، اقل من 100 ده طبيعي، من 100 ل 125 ده سميناه بري دايابيتس، من 126 فيما فوق ده بنسميه الدايابيتس نفسه بقى. الاورال جلوكوز تولرانس تيست دوت، العيان ده بيصوم، بعد ما يصوم تعمل له فاستنج بلاد شوجر، يعني هو صام من 6 ل 8 ساعات، خدنا تحليل سكر طلعت رقم معين، بعد كده يشرب كوبايه عصير مثلا او معلقتين ثلاثه عسل، وبعد ساعتين او ياكل، وبعد ساعتين يصوم له تاني، اللي هو بقى يسموه بعد الاكل بساعتين، كلمه اورال جلوكوز بيسموه بوست برانديال برضه، يعني بعد الاكل بساعتين اصومه من 6 ل 8 ساعات واخد تحليل سكر واقول له كل، او كوبايه عصير مثلا او معلقتين ثلاثه سكر كده او عسل، وبعد ساعتين احلل تاني واشوف كام. الطبيعي انه ما يزيدش عن 140، ده الطبيعي. لو اكتر من 200 انت بتتكلم كده في مشكله، اكتر من 200 يبقى سكر. طيب انت قلت لي الطبيعي اقل من 140، والسكر لو اعلى من 200، طب لو من 140 ل 200 اللي هي تبقى من 140، هو المفروض يكون اقل من 140، لكن من 140 نفسها لغايه 199 سميناه بري دايابيتس. يبقى كل تحليل هتلاقي فيه نورمال، بري دايابيتس، ودايابيتس. يبقى البوست برانديال او الاورال جلوكوز اقل من 140 اللي هو لغايه 139، يعني ده نورمال. طب من 140 ل 199 بري دايابيتس ما قبل السكر، خلاص انت اعلى من الطبيعي وداخل على مرحله السكر. طيب 200 فيما فوق، لا ده كده دايابيتس. التايتل اللي هنا اللي هو ايه، يقول لك ايه الكومبليكيشنز. طب العيان دوت بتاع السكر هل له مضاعفات؟ اه له مضاعفات. المضاعفات دي هنقسمها حاجتين، اكيوت وكرونيك، يعني حاده فتره كده ممكن تروح، وكرونيك اللي هي مزمنه، دي مزمنه تفضل معاه. الاكيوت اللي هي فتره كده مؤقته، يقول لك دي كي ايه، دايابيتك كيتو اسيدوزيس، ان مستوى السكر، يعني الحاجات دي هتتشرح قدام بس ناخد عنها فكره. دايابيتك كيتو اسيدوزيس، ان السكر يزيد عن 400 و500 لدرجه ان يعمل له حموضه في الدم، اسيدوزيس. نحلل تحليل اليورين او يورين تيست، يطلع لي كيتون بادز وجلوكوز في اليورين، عندها تلاقي على طول نفسه تعبان، فده عاوز يتعالج ان احنا نديله انسولين انفيوجن 50 وحده انسولين على 50 سنت سيرين، وبتاخده بالسيرنج بامب بحيث انه ايه عمال ينزل له السكر. السكر هيفضل هينزل لغايه ما يبقى تمام، خلاص الدايابيتك كيتو اسيدوزيس راح، يبقى اكيوت. ممكن عيان سكره يعلى فجأة، راح واكل شوية حلويات ما خدش الجرعة بتاعت الانسولين بتاعته، راح عالي ودخلني في هايبر جلايسيميا، ياخد الانسولين ويظبط اكله يرجع تاني نورمال، بقت كانت اكيوت. او العكس، ما ياكلش او يهمل في الاكل، او ياخد جرعة انسولين زيادة فيقوم سكره يوطى زيادة عن اللازم، هايبو جلايسيميا، ياخد اي حاجة مسكرة ويظبط نفسه تلاقي الجلوكوز رفع تاني فراح، وكانت اكيوت. ممكن موضوع تطور انه يخش في دايابيت الكوما، غيبوبة سكر، وعلى غيبوبة السكر يا اما سكر واطي زاد عن اللازم اقل من 50، او غيبوبة سكر عالي ممكن اكتر من 400 500، تظبط السكر تلاقي الكوما العين فاق تاني وبقى زيه زيك. طب الكرونيك
ايه المضاعفات اللي هتبقى مزمنه وهتفضل مع العيان. هيضرب الاوعيه الدمويه المايكرو والماكرو، الفرق بين الاثنين ان في هنا اي وفي هنا ايه، فخلي بالك وانت بتقرا. مايكرو فاسكولار ديزيز يعني بتضرب الاوعيه الدمويه الرفيعه جدا، ولا الماكرو فاسكولار ديزيز اللي هي بتضرب الاوعيه الدمويه الكبيره؟ المايكرو فاسكولار اللي هي بتبقى دامج تو سمول بلاد فيزلز، بتضرب الاوعيه الدمويه الصغيره زي اللي في العين، تعمل لي ريتنوباسي، خلل في الشبكيه ومشاكل في الرؤيه، نيروباسي، اوعيه دمويه رفيعه اللي بتغذي الاطراف فتلاقي ايديها على طول منمله وشكشكه، او الاوعيه الدمويه اللي في الكليه نيفروباسي. فدايما احفظهم كده، ريتنوباسي، نيروباسي، نيفروباسي، والتلاته مايكرو. طب الماكرو كورونري ارتري ديزيز، تضرب الشرايين التاجيه او تضرب الشرايين بتاعت الاطراف ايده ورجليه، ويحصل فيه تسمع عن قدم سكري وتسمع عن غرغرينا والكلام ده كله. او سيريبرو فاسكولار ديزيز، تضرب الاوعيه الدمويه اللي بتغذي المخ، ممكن تعمل له جلطات. يبقى فيها اكيوت دايابيتك كيتو اسيدوزيس، هايبر جلايسيميا، هايبو جلايسيميا، او دايابيتك كوما. والكورونيك هتضرب الاوعيه الدمويه الرفيعه جدا زي اللي في العين وفي الاعصاب والكليه، اللي هي ريتنوباسي ونيروباسي ونيفروباسي، دول مايكرو. او الماكرو اللي هي الاوعيه الدمويه الكبيره زي الشرايين التاجيه اللي في القلب، او لو الشرايين بتغذي الايدين والرجلين، ممكن تعمل لي غرغرينا في صابع او اتنين، او ممكن لا قدر الله تشيل يحصل امبيوتيشن او بتر للطرف على بعضه. او الاوعيه الدمويه اللي بتغذي البرين او المخ، ودايما تلاقي معظم الناس اللي بيجيلهم جلطات يقول لك انا عندي سكر او ضغط. انا حبيت اجيبها في شكل تاني كده برضو، يعني بديل عن الكتابه او الكومبليكيشن. مايكرو الاوعيه الدمويه الصغيره، ولا ماكرو الاوعيه الدمويه الكبيره؟ المايكرو الاوعيه الدمويه الصغيره، اخو دايابيتك ريتنوباسي بيأثر على العين، يسبب مشاكل قد تؤدي الى العمى. دايابيتك نيفروباسي اللي هو بيأثر على الكليه، ممكن يدخلني في اند ستيج رينال ديزيز اللي هو فشل كلوي نهائي. دايابيتك نيوروباسي اللي هو بيأثر على الاعصاب، اللي هو بيسميه ده بقى اللي هو بيأثر على الاعصاب الطرفيه في الايدين والرجلين، يقول لك ايدي بتنمي، رجلي بتشكشك، مش حاسس بيها، الكلام ده كله. يبقى المايكرو بيأثر على العين وعلى الكليه وعلى الاعصاب، لكن الماكرو بيأثر على المخ والقلب والاوعيه الدمويه الكبيره. على المخ ممكن يعمل له ستروك ويزود، ممكن يموت فيها لا قدر الله. وعلى القلب يعمل لي بقى مشاكل في القلب، انجاينا، ام اي اللي هو ذبحه صدريه، او جلطه في القلب، او يقول لك ده عندي تصلب في الشرايين. البريفرال فاسكولار ديزيز اللي هي بتاثر على الاورده والشرايين الطرفيه، ودي غالبا بتعمل لي دايابيتك فوت او هو قدم سكري. دي عن طريق شكل هوت، يبقى المخ والقلب والاوعيه الدمويه، وفي المايكرو على العين وعلى الكليه وعلى الاعصاب. ممكن جبتها لك بشكل تاني اكبر واوضح، خد اللي يناسبك. نفس الكلام هوت على العين، في المايكرو على العين وعلى الكليه وعلى الاعصاب. على العين قلت لك السكر عالي وضغط عالي، بيعملوا بيضربوا الاوعيه الدمويه بتاعت العين، يسبب لك اعتلال في الرؤيه وميه بيضاء وميه زرقاء. على الكليه بيضرب الاوعيه الدمويه والكليه ما تعرفش تشتغل، ممكن تدخلني فشل كلوي. على الاعصاب بيضرب الاعصاب ومش حاسس، يقول لك على طول بتنميل، ولو في اي جروح ما يحسش، يعني ممكن انجان ما يحس، كان يعني ما يجو اندتكتد يعني ما يحسش بيها، يبقى ماشي ومسمار او حاجه تعوره، هو ما يحسش بالشك، ما هو يقول لك مش حاسس، خلل في الاعصاب، تعمل له مفتاح في رجليك يقول لك مش حاسس. الماكرو على البرين، قلت لك بيأثر على الاوعيه الدمويه ممكن بتاعه المخ، ممكن تعمل لي جلطه. على القلب بتعمل لي مشاكل في الشرايين التاجيه. على الاوعيه على الاطراف لا قدر الله بتعمل لي اللي هو الجنجرين اهيت، اللي ممكن تعمل لي دايابيتك فود. ايه بقى علامات الهايبوجلايسيميا؟ كلمه هايبوجلايسيميا معناها ان مستوى الجلوكوز نزل زياده عن اللازم، تقريبا تقيسه تلاقيه 40 و50. ده بقى ليه؟ يا اما خد جرعه انسولين زياده، يا اما ده سببها، يا اما خد جرعه انسولين زياده، يا اما ما كلش، خد الانسولين وهو ما كلش، يا اما عمل رياضه، في الرياضه قامت حرقه من الاكل اللي هو اكله فيقوم واطي، يبقى انسولين زياده، يا اما ما كلش، او عمل اكتيفيتي اللي هو اهو بيكوز، يعني سبب. يبقى سبب الهايبوجلايسيميا نقول لك ايه؟ عمل اكتيفيتي عنيف، عمل رياضه عنيفه او جري او عمل مجهود
وهو ما كانش واكل او كل اقل من اللازم او خد كمية كحوليات او كمية انسولين قليلة. طبعا احنا كمجتمع شرقي وعربي ما ملناش في الكحوليات، فخلينا كده يقول لك عامل مجهود عنيف او اكل قليل يا اما انسولين قليل. طب هيحصل لك ايه؟ العين ده هيصفر، يحصل اضطراب في درجة الوعي، يبدأ يتوه، عرق، وكل ما السكر يزيد يعني مستوى الجلوكوز او السكر في الدم يقل اكتر، كل ما تحس ان جسمه عمال يحدف ميه. احيانا كنا بنشوف عيانين في السرير تحس انك كابب عليهم ميه، وده نبضات ريسنج بالس، تلاقي تاكيبنيا تاكي كارديا، تلاقيه على طول عرقان وجسمه متلج وشه مصفر. لو هو واعي لسه يقول لك انا مصدع، حاسس انه جعان، ممكن تلاقيه بيترعش، وهتلاقيه متوتر، وممكن تلاقيه مش متوه منك، تلاقيه بس دايما كده تخش عليه تلاقيه مصفر وسقعان وعرقان. 3 حاجات دول بالكلينيكال اللي كده تقول ده سكر واطي، يبقى عنده درجه وعي مش مظبوطه، مصفر، مش مصفر اللي هي جوندس بتاعت الصفرة، جسمه كده بيل زي الانيميا وبتبان يعني زي اللون الاصفر اللي انت شايفه ده كده، وتلاقيه عرقان وعرق عنيف جدا ومتوه وجسمه تلج، تحط صباعك عليه كده تحس انه بيلزق. كل دي علامات من السكر الواطي. اعكس بقى علامات سكر عالي، علامات سكر عالي، هتلاقي العطش عنده زايد على طول، وشه محمر، وشه هناك كان مصفر هنا محمر. خلينا بقى يقول لك ايه على طول، لو هو هيبقى يقول لك انا عطشان والعطش زايد عليا وعمال اشرب ميه كتير قوي، دوت سبب الهايبر جلايسيميا انه ما خدش الانسولين فالجلوكوز عالي في الدم، او كل اكله عنيفه شويه، مش عنيفه يعني اكله دسمه، عيش ورز ومكرونه ومحشي وجدهات وعصاير، فقامت رافعه له السكر. ممكن يقول لك ده انا دخت، ده انا حاسس ان انا حفتان، عندي خمول، حاسس ان انا عندي ميل للقيء او عاوز ارجع، الم في معدتي، مش مركز، والعيان هيبقى جلاسيمي على طول، تحس كده ان عنده مشاكل، مره ودانه وجعاه، مره عندي مشاكل في الجهاز البولي، على طول في ده في انفكشن، وتلاقيه مدروخ وممكن اخش بغيبوبه كمان. بس الكلينيكال اللي يتفرق بين الهايبوجلايسيميا والهايبر جلايسيميا ان الهايبوجلايسيميا اصفر بيل كولد سويت، عرقان وسقعان ومتوه، لكن الهايبر جلايسيميا تلاقي وشه محمر فلاش فيس، اسيتون اودر، تشم من بقه كده ريحه زي التفاح المعطن كده، وشه محمر وتلاقي ومش مركز بره. يمكن انا عجبتهم في صورتين جنب بعض اهوت، هنا سويتنج عرقان لكن هنا دراي، هنا مصفر، هنا تلاقي المفروض ان هو فلاش ده هنا بس هي مش مكتوب، وعطشان، والاثنين هايك فيهم، وهنا جعان، لكن في الهايبرجلايسيميا هتلاقيه مصدع وفي خمول، في مشاكل في الرؤية في الاثنين، وفي الاثنين فريكونت يوريشن، مش هنختلف، لكن هو كلينيكال اللي انا عاوزه اهم حاجة تلاقي ده هو عرقان في الهايبوجلايسيميا، لكن هنا ما هوش عرقان، هنا مصفر، هنا تلاقي وشه محمر، الاثنين دول يقول لك ده اللي تقدر تفرق بيهم. نخش على الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس، ده لايف ثريتنينج بروبلم. ايوه طبعا دوت حاجة ممكن يعني حاجة تهدد الحياة، بتصيب الناس اللي عندهم سكر، لما السكر مستواه يعلى في الدم زيادة عن اللازم، فيبدأ يكسر من الدهون عشان يحصل على الطاقة ويفرز لي كيتون بودز. الديكي ايه بقى سببها ايه؟ لما الانسولين في الجسم يقل، يعني هو متعود مثلا لو تايب 1 المفروض انت بتديله الانسولين، نسيت تدي الانسولين، فالجلوكوز يعلى في الدم، وانت عارف ان الجلوكوز لما الانسولين يقل في الدم الجلوكوز مش هيقدر يخش الخليه عشان الخليه تستخدمه كوقود، فالكبد يبدا عاوز بقى يعني يفرز كميه من اللي كانت متخزنه فيه ويطلع عليها السكر عشان يعوض الكلام ده كله. وطبعا السكر اللي طلع دوت عاوز انسولين، طب ما برضه الانسولين مش موجود، يبقى اللي الكبد عمله في زود نسبه الجلوكوز اللي في الدم، فكل ده الجلوكوز موجود بس مش كنت انه مش داخل الخلية، والخلية عاوزة طاقة، فيحصل ريفليكس الجسم ياكل عشان يدي انسولين عشان يدي جلوكوز، الجلوكوز برضو موجود ومخشش الخلية، فبرضو ما حصلش على الطاقة، الكبد يقول لك طب انا اللي عندي كنت مخزنه
هديهولك وروح مطلعه، هي بلاد شوجر او جلوكوز برضو في الدم. طب الانسولين قليل ما دخلش الخليه، فيفضل الايه الجلوكوز يعلى في الدم، يعلى ويعلى ويعلى لغايه ما الدهون طب هو الخليه هتفضل مستنيه لغايه سنه كام؟ تبدا تكسر في الدهون بسرعه عشان تحصل لي على طاقه وتنزل لي في اليورين على هي الكيتون بادز، هي دي الدي كي اي. ده المخطط بتاعها بس باختصار يعني. الهايبر جلايسيميا، الهايبر جلايسيميا معناها جلوكوز عالي جدا في الدم، والجلوكوز العالي ده بيعمل كاديوريسيس او كمدر للبول، فيعمل لي فريكوينت يورينيشن، واليورين لما هينزل هياخد معاه الاملاح زي الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، فيحصل لي الكترولايت ديستربنس وتقل في نفس الوقت السوائل العامه تنزل، دي ممكن تدخلني في جفاف وديهايدريشن، والجلوكوز عمال يعلى يعني. انا عمال انزل الميه اللي في الجسم بس برضو الجلوكوز عمال يعلى، ما هو ما فيش انسولين ويعمل لي حموضه. هتلاقي العين بتاع الدي كي ده بقى دايابيتك كيتو اسيدوزيس، ديت ممكن تحصل خلال 24 ساعه. ده العين ده على طول هناك عطشان جدا جدا، وعمال اخش حمام كتير اكتر من الاول، وكل شويه غمامان نفسي وارجع، بطني وجعاني، مرهق، نفسي تعبان، وريحة بقي وحشة ومتوه. تقيس له السكر تلاقيه 400 و500 و600، تقيس تعمل يورين تيست تلاقي جلوكوز نزل في الدم في اليورين، سميناها جلوكوزوريا، وهو اساسا تاكيبنيا ومن كتر النهجان صدره بيوجعه. طيب احنا دورنا بقى ايه؟ نقيم العيان بيشنت اسيسمنت هيد تو تو اكزامينيشن. اول حاجه نشوف الاعراض اللي بيشتكي منها ايه. ما لو لقيت مسفر وعرقان ودايخ وسقعان، ده سكر واطي، هبدا احلل السكر عشان نديله جلوكوز. لكن لو لقيت وشه محمر اللي هو فلاش دي فيس، ولقيت الريتابول، ولقيت ريحه اللي هو اسيتون اودر من بقه، ونقيس السكر نلاقيه عالي، لا ده كده جلوكوز سكر عالي، هنبدا نتكلم على الانسولين يوطي يوطي الجلوكوز. ففي عيان هنرفع له الجلوكوز وفي عيان هنوطي له الجلوكوز، فعلى حسب، مش مفيش ثواب. اتنين نشوف الميديكيشن اللي هو ماشي عليه، واحد يقول لك والله انا ماشي على علاج سكر مثلا اماريل، واحد يقول لك لا ده انا ماشي على انسولين، واحد يقول لك ده انا ماشي على ميزفورمين، جلوكوفاج، سيدوفاج. فلازم ناخد شوف ايه الدواء اللي هو بياخده واخر مره خده ولا ما خدوش، ونراجع الاسم والدوز. يمكن مكتوب له امريل نص حبايه وخد حبايه، فراح الجلوكوز واطي في الدم دخلني في هايبوجلايسيميا، يقول له خلي بالك لا انت ليك نص حبايه، او مكتوب له حبايه وهو بياخد نص، فالجلوكوز عمال يعلى منه، ندخل له هايبوجلايسيميا يقول له لا ارفع انت مكتوب لك ايه حبايه انت بتاخد نص، او حاجه مكتوب له مثلا في الدوز اتنين وتركيز 2.5 مللي جرام، هو جايب حبايه تركيزها 5، يقول له لا يا تجيب 2.5 يا تاخد الحبايه دي تقسمها على 2. عشان كده لازم نشوف الميديكيشن النيم بتاعته والدوز بتاعته. نشوف التدخين، عشان التدخين بيرخم شويه على البلاد فيزلز وساعات بيرخم على الجلوكوز ويخليه يرفع. نشوف النيوتريشنال هابت، العيل ده طبيعه اكله ايه. ممكن واحد عمال ياكل عيش ورز ومكرونه ومحشي وما يعرفش ان ده بيرفع السكر، عشان كده سكر عمال يعلى، هو مش عارف انه بسبب الاكل، يقول لك انا عمال اخد الدواء اللي الدكتور كاتبه لي، ما انت عمال تلخبط في الاكل. او واحد على طول حارم نفسه خايف ياكل الجلوكوز يعلى فحارم نفسه فالجلوكوز وطي. عشان كده احنا واحنا بننصحه وهنتكلم في الكلام ده قدام، هنقول له انت ما فيش حرمان، انت مش هتاكل باسراف ومش هتحرم نفسك خالص، الاعتدال والحكمة. يعني ما انت خايف تاكل السكر يعلى، ما انت لو ما كنتش السكر هيوطى، ودي مشكلة ودي مشكلة. اتنين اكسرسايز، ما لازم واحد جاي سكر واطي، طب بناخد الهيستوري ممكن عامل مجهود ولا حاجه وما كانش واخد الانسولين وما كانش سكر واطي، فنعرف كل ده عشان نعرف ايه سبب المشكله. عشان المجهود الاكسرسايز بتحرق في الجسم وتخلي الجلوكوز يقل في الجسم، واحنا بنعمل اسيسمنت نبص على عليه كله، على السكين كله، الفت انتباهنا اللي فيه ديليد ووند هيلينج، الواحد عامل فيه جرح كده بقاله فترة في ايده ما لمش، اتعامل من انت الجرح دوت او متخيط من امتى، يقول لك والله بقالي اسبوعين، ده بيقول لي ان السكر مش متظبط، وايه اللي خلاه يحصل له ديلي، الاقي السر، الاقي بقع كده ملونة، الاقي كدمات، تورمات او هيماتوما تجمع دموي، ده بيديني انديكيشن ما يمكن دي في مشكلة في السيلف انجكشن، هو عمال يشكشك نفسه والحقن الانسولين في نفس المكان. لما الاقي حاجة زي كده
فانا هخلي بالي وانا بنصحه، لا انت هتغير مره في دراعك اليمين، مره في دراعك الشمال، مره في السايق اليمين، مره في السايق الشمال، عشان ما يحصلش الكلام ده. فانا بلقط الكلام دي في الاسيسمنت، عشان وانا بتكلم معاه في الاديوكيشن بخلي بالي المشاكل اللي لقيتها عنده عشان انصحه بيها. من ضمن الفيزيكال اكزامينيشن بشوف الفيتال ساينز اساس لاي عيان، بشوف البادي ماس اندكس طوله ووزنه، وانت عارف ان البادي ماس اندكس اللي هو مؤشر كتله الجسم، الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول، مربع الطول بالمتر، لو اقل من 18 ده كده اندر ويت، طب لو من 18 ل 25 قال لك ده نورمال، طب من 25 ل 30 ده كده اوفر ويت، طب من 30 ل 35 ده اوبيز كلاس 1، طب من 35 ل 40 ده اوبيز كلاس 2، طب اكتر من 40 ده بيسموه الموربيد اوبيزيتي. تاني انا عايز طول العين ده هو طلع مثلا 170 سنتي، هنحوله المتر يبقى 1.7، تمام. احنا بنقول ان البادي ماس اندكس الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر، انا قلت هو 170 سنتي يبقى 1.7، يبقى 1.7 متر، وزنه مثلا 80 كيلو، يبقى 80 على 1.7 في 1.7، الرقم اللي هيطلع دوت هشوفه كام، يبقى الوزن اقسمه على مربع الطول بالمتر هيطلع لي رقم، الرقم ده لو اقل من 18 يبقى ده اندر ويت، العين ده عنده نحافه، لو الرقم ده طلع من 18 ل 25 العين ده كده وزنه مناسب نورمال، لو الرقم ده طلع من 25 ل 30 طلع مثلا 26 27 28 29 لغايه 30 لا عنده وزن زياده بس لسه ما وصلناش لمرحله الاوبيزيتي، طب لو طلع من 30 ل 35 لا انت عندك سمنه درجه اولى اوبيزيتي كلاس 1، طب لو طلع من 35 ل 40 لا ده سمنه درجه تانية اعلى شويه، طب اكتر من 40 سمنه مفرطه اللي هم دلوقتي بيتعمل لهم بارياتريك سيرجري او اوبيزيتي سيرجري اللي هي جراحات السمنه، سواء كانت بقى اللي هو تكميم معده وتحويل مسار والبالون والكلام وثنائي التقسيم والكلام ده كله، كل ده في البادي ماس اندكس. لا ما هو بيديك مؤشر الدنيا ماشيه ازاي، بعمل نيورولوجيكال اكزامينيشن عشان اشوف الاحساس واشوف النيوروباثي، ما احنا عارفين انا قلت لك من ضمن المايكرو كومبليكيشن اللي هي كورونيك بيضرب الاعصاب، فبجيب بس القلم او اي حاجه اعمل سنسيشن كده على البلانتر اوف فوت على بطن رجليه اشوفه حاسس ولا مش حاسس، عشان اشوف فيه نيوروباثي ولا مش نيوروباثي، بساله في تنميل في شكشكه في تقريص، لو قال لي اه ما ده نيوروباثي ما فيش يبقى الدنيا تمام، وخلي بالي برضو ان انا افحص رجلي في حاجه اسمها دايابيتك فوت اكزامينيشن، انا الحقيقه حاولت اجمعهم 6 كلمات يبداوا بحرف الاس عشان كده سميناهم السكس اس، 6 حاجات بيبداوا بحرف الاس عشان نفتكرهم بس، اس السنسيشن اللي انا عندي رجلي اليمين ورجلي الشمال بطن رجلي كده حرك مثلا الم ولا حاجه اشوفه حاسس ولا مش حاسس عشان اشوف النيوروباثي والسنسيشن، اتنين اشوف السايز رجلي اليمين ورجلي الشمال لقيت واحده حجمها اكبر من التاني لا كده في هنا قديمه، السيمتري اشوف الاتنين نفس الشكل ونفس الحجم ولا لا اللي هو التماثل، سكين كولر لقيت واحده مثلا مسفره والتانيه محمره لا اللي يعني واحده بلون الجسم والتانيه مسفره لا اللي مسفره دي كده فيها مشكله يعني قد يكون لو عاده دمويه اتاثرت هنا فحصل اسكيميا، سكين تمبريتشر بقارن درجه حراره رجلي الشمال برجلي اليمين لقيت واحده دافيه والتانيه ساقعه، واحدة دافية زي جسمه والتانية ساقعة، ساقعة معنى كده إن الدم مش واصل، فده برضو بيقول لي إن في كده إيه فاسكولوباثي اللي هو فيه خلل في الأوردة والشرايين، وده مؤشر إن في دايابيتيك فوت وممكن العيان ده يخش في جنجرين. بعد كده البالس لقيت رجلي اليمين فيها دورسالس بيتس بالس اللي هو اللي تحط كده على ظهر رجليه كده، البالس اللي هنا اسمه دورسالس بيتس بالس، لقيت في رجلين في الرجل اليمين بريزنت لكن في رجل الشمال ابسنت مفيش بالص وبدلوعات دمويه مش شغاله، فال6 حاجات دي هم تقول لك رجليه كويسه ولا رجليه في مشاكل وخشه على مرحله الدايابيتيك فوت والجنجرين وانها تتبتر، فخلي بالنا اهو الدايابيتيك فوت ده بيقول لك باثولوجي يعني مشكله بتحصل من ان مشكله في البريفرال ارتري ديزيز في مشاكل في الشرايين والاورده وحصل نيوروباثي يبقى خلل في الاعصاب وخلل في الاوعيه الدمويه بسبب ايه؟ السكر، وده حاجة كرونيك وده بيكون من مشاكل السكر، يبقى ده عبارة عن إصابة بتحصل للأوعية الدموية والأعصاب نتيجة السكر وده حاجة كرونيك وتدخلنا في مشاكل، شايف دايابيتيك فوت ألسر أهو، مكان رجلي الشمال برجلي اليمين،
شوف الشكل زي بعضه ولا لا، ولا في حاجة متشوهة عن التانية، وشوف السكين كلر والسكين تمبريتشر والبالس، وشوف الشيب والسايز والكلام ده كله. قارن الشمال باليمين. انا شكل تاني اهوت، شايف شايف اهل، شايف هنا اللون من ضمن برضو الاسسمنت اللي بعمله العيان. بشوف التحاليل بتاعته، هيموجلوبين A1C اللي هو جلايسيتد هيموجلوبين اللي هو منحنى سكر، لقيته 7. ده بيقول لي ان العيان سكره مش متظبط لمده 3 شهور. بشوف الليبيد بروفايل اللي هو الدهون اللي هو ترايجلسرايد و ال دي ال و اتش دي ال والكوليسترول، لقيت الحاجات دي عاليه. طب ما هو الحاجات العاليه دي معناها انه بيلخبط في الاكل، بياكل دهون كتير، والدهون بتزود من مناعه السكر الانسولين واللي هو مقاومه الانسولين، يبقى الانسولين موجود والدهون موقفه شغله، فكده هيفضل الجلوكوز عالي. ما ده برضه مؤشر. بنعمل يورين تيست نشوف التحاليل بتاعته، لو لقيت فيها البيومين معنى كده ان الكليه بدات تتاثر، كده بادي كده ان السكر زاد عن اللازم. وظائف كلى، عشان احنا عرفنا ان هو من ضمن المشاكل بتاعته انه بيأثر على الكلى. الكتروكارديوجرام اللي هو اي سي جي، عشان قلت لك انه ساعات بيأثر على شرايين القلب. طب التريتمنت ايه؟ ادويه واكل ولايف ستايل اللي هو اكسرسايز، ثلاثه لازم الثلاثه هو يبقى عارفهم ويتعامل معاهم، ويبقى الثلاثه بقى مع بعض. ما ياخدش دواء ويلخبط في الاكل، ما يظبطش الاكل ويسيب الدواء، ما ياكلش كويس وياخد الدواء بس ما يلعبش رياضه. هما اللايف ستايل لازم علاج واكل ورياضه، اهو اكل علاج رياضه. وطبعا الفاشل عندي ان انا احلل السكر يطلع كويس. الهدف من التريتمنت ان انا كنترول الهايبر جلايسيميا، ان انا اسيطر على السكر العالي واخليه يرجع نحو الارقام الطبيعيه، وبالتالي اريليف السيمتومز. بدل ما كان بيحس بقى بنهجان وسكر واطي وعرقان ولا وشه محمر ولا كذا وكذا، كل الاعراض ونزله وفوميتنج وهيدك، كل الاعراض دي تروح لو ظبطت السكر، وبالتالي امنع الكومبليكيشنز وامنع انه يدخل في نوبات سكر واطي. ما لا عاوز يدخل في هايبر جلايسيميا ولا عاوز يدخل في هايبو جلايسيميا، مش عاوز يخش في سكر عالي ولا سكر واطي، ونحوش الاعراض ونمنع الكومبليكيشن. ادي الاربع جول بتوعي، اسيطر على الهايبر جلايسيميا وامنع الهايبو جلايسيميا او اقللها، فامنع الكومبليكيشن وحوش الاعراض. ده كده في مشكله، اعتقد الامور كده بسيطه. بس برضه انا لازم افهم العيان دوت ايه الانسولين عشان هو يقتنع. برضه اقول له الانسولين ده عباره عن هرمون بيتفرز من البنكرياس، والبنكرياس بيفرز الانسولين دوت في الدم. الانسولين بيمشي في الدم يخلي الجلوكوز يخش الخليه، وبالتالي الانسولين بيقلل من نسبه السكر او الجلوكوز اللي في الدم. يبقى هو بيتفرز عباره عن هرمون بيتفرز من البنكرياس، والبنكرياس بيفرز الانسولين دوت يمشي مع الدم، يقوم الانسولين ماشي في الدم يروح للخلايا يتحد بالريسبتورز، فتقوم مدخله الجلوكوز اللي في الدم جوه الخلايا، فمستوى الجلوكوز يقل في الدم. الانسولين بيقلل كميه الجلوكوز اللي ماشيه في الدم عشان دخلها في الخلايا. فاي مشكله في الانسولين سكرك هيعلى. لازم افهمه السلايد دهيت عشان يبقى فاهم ان حياته في الانسولين، والانسولين ما يلخبطش فيه او ما يهملوش. اصل في واحد لما او في عيان يعني بعد ما يمشي على الانسولين فتره ويلاقي الجلوكوز ظبط يقول انا بقيت كويس، يروح موقف الانسولين، يقول جاي لنا بغيبوبه سكر عالي، بقول له لا انت بقيت كويس عشان انت بتاخد العلاج. فلازم يبقى فاهم الانسولين ده بيتفرز منين وبيعمل ايه عشان يبقى عارف قيمته فما يبطلوش. انواع الانسولين بقى يعني هم انواع كتير جدا، في الرابيد اكتنج، في شورت اكتنج، في انترميديت اكتنج، وفي الميكس. رابيد اكتنج انواع طبعا زي الانسولين السيبرو والنيفو رابيد والاكت رابيد، ده بتاخد وان شوت كده اهوت. هو بيبدا يعني اول ما تديه 10 15 دقيقه يبدا يشتغل، كتير ساعه ساعه ونص، اربع خمس ساعه ونص يوصل للذروه بتاعته، من 4 ل5 ساعات كده تاثيره ايه خرج من الجسم، يبقى مفعول بيبدا خلال 10 دقائق. ذروه الاكشن بتاعته من ساعه لساعه ونص، خلال 4 5 ساعات الاكشن بتاعه انتهى، ويتاخد مره واحده، وده يتاخد قبل الاكل عشان لما ياكل سكره ما يعلاش. هو يجولا تيكن بيفور ايتنج عشان يمنع بلود جلوكوز، اخده قبل الاكل عشان لما ياكل الجلوكوز ايه ما يعلاش.
في الشورت اكتنج ده بيبدأ عمله من نص ساعة لساعة. معظم او الاكشن بتاعه البيك بتاعته او الذروه بتاعته من ساعتين لاربعه، كتير يقعد 8 ساعات. زي هيوميرون ار ونوفرين، طبعا الشركات كتير والانواع كتير جدا جدا، بس يعني ايه انت بتبقى عارف ده شورت اكتنج ولا انترميديت ولا ايه عشان تبقى فاهمه. ده بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه عشان برضو ايه لما ياكل ويهضم والكلام ده السكر ما يعلاش. في الانترميديت اللي هو التلاودي، يقول لك كده العكر والرايق، او الرابد والشورت كلير اللي هو الرايق، لكن الانترميديت الكلاودي اللي هو يقول لك ايه العكر ولا العين كده، يقول لك انت بتسالني عن الانسولين العكر ولا الرايق اللي هو الكلير ولا المشبر اللي هو العكر اللي بيقول عليه، يعني المشبر دوت اللي هو الكلاودي يعرف الانترميديت. بيبدا شغله من يعني لو خدوا الساعه 10 مش قبل الساعه 12 واحده عشان يبدا يشتغل. الماكسيمم اكشن بتاعه والبيك من 5 ل 8 ساعات، ده بيستمر الاكشن بتاعه لغايه ايه تقريبا 3 ارباع اليوم او تلتين اليوم لمدة 18 ساعة زي ان بي اتش او هيومرين ان. ده بيتاخد غالبا يعني في واحد بيديهوله الصبح وبالليل، يعني هو يقول لك انا باخد مثلا 70 30، هو اللي هو الانترميديت يقول لك انا باخد 70 30، معرفش كم واحدة الصبح اللي هي المورنينج كم واحدة بالليل، ياخد الصبح عشان يظبط له السكر طول النهار وبالليل عشان يظبط له السكر طول الليل. بس بدايه كده لو هو بياخد 20 وحدة و10، يبقى ال 20 الصبح وال 10 بالليل، ما ينفعش نعكس عشان بالليل احنا كده كده نايمين ما بناكلش. في بقى اللونج اكتنج، اللونج اكتنج زي اللانتس والليفيمير، وده يتاخد مره واحده غالبا، يعني بيجيب لمده ال 24 ساعه. ده شغل بيبدا بعد ساعه ونص وممكن بيجيب ويفضل الشغل لمده 24 ساعه، عشان كده بياخده مره واحده في اليوم. والكلاودي بقى البري ميكس دوت زي ميكس بقى اللي هو 80 20 70 30 10 90، اللي هو كام اكت رابد مع كام شورت. فيعني هي دي سلايد كفكره، لكن هو طبع العين وبقى ماشي على نوع واحد من دول، فبتبقى عارف دوت هل رابد اكتنج ولا شورت اكتنج ولا انترميديت. طبعا بيتعمل في الثلاجه في الرف والكلام ده كله. انا عاوز اعرفه حاجه، ان في مضاعفات للانسولين سيربي اللي هو هايبوجلايسيميا. ليه لو العيان مثلا مكتوب له ياخد 10 وحدات قال لك لا ده انا هاكل وراح مع نفسه كده مزوره 15 وحده، او سكره واطي راح مدخلني في هايبوجلايسيميا. عشان كده بنقول له التزم بالجرعه اللي الدكتور محددها لك، 10 وحدات يبقى 10، لا تخليهم 7 ولا تخليهم 20، مش بمزاجك، عشان ما تخشش في سكر واطي او سكر عالي اللي الدكتور قايل لك عليه مش عليه. احيانا السكر الوزن بيزيد، ساعات بيعمل لك ريتنشن للووتر والسولت فبيعمل لك ويت جين ويعمل لك اديمه، ساعات بيحصل مقاومة بس قليل جدا، ممكن يحصل لوكال الرجي بطلع متحن كده تلاقي احمرت وده قليل جدا. بس في بقى حاجة اسمها لايبو ديستروفي، هتلاقي كده حتة كلكعت وساعات تعمل تلاقي زرقت وكونتيوجن. عشان كده بنقول له غير اماكن الحقن. طب هي ايه اماكن الحقن؟ في دراعه من بره كده اهو، عشان اقول له احنا بنشاور له على دراعاته ورجليه وبطنه وظهره عشان يبقى عارف الاماكن. قول له في دراعك العلوي من فوق دوت، مره في دراعك اليمين، مره في دراعك الشمال، مره في بنقول له بقى في فخدك اليمين فخدك الشمال، حوالين السره كده سيب 2 3 سم يبقى بقت المساحه ديت، ادي الاماكن. يبقى لو قلت له ده مكان 2 3 4 ودي ممكن نشتغل فيها فترة، لو قلنا مثلا يمين وشمال وفوق وتحت وبعد كمان 4، طبعا انت ممكن تقعد تلف وياخد منك أماكن كتير، بس احنا بنقول مجازا يمين وشمال وفوق وتحت 4 وأربع أطراف 4 ل 8، يبقى انت هتلف على المكان الواحد مرة كل أسبوع، يبقى ما حصلش مشكلة. بس لازم تعرفوا الأماكن، لو ما عرفتوش هو هيمسك مكان واحد يحقن فيه. ده كان الدواء. طب الدايت، بيقول له قلل من الكربوهيدرات على قد ما تقدر، زي الرز والعيش والمكرونة والمحشي والمربات والحلويات والكلام ده كله. بقول له الحاجات المسلوقة أحسن من المقلية، البويلد بيتر زي الفرايد، عشان زي ما أنت عارف مثلا البطاطس والبطاطا والكلام ده كله لما بتغليه النشويات اللي فيه معظمها بينزل. ده رقم واحد. بنقول له سمول فريكونت ميلز، بدل ما تاكل وجبة واحدة وتشبع فيها يوم سكرك عالي، لا وكل 5 6 مرات وكل مرة وجبة صغيرة. السناكس طبعا مهمة جدا عشان سكرك ما يخطاش مرة واحدة، خاصة لو انك هتعمل مجهود.
المشوي احسن من المقلي عشان الزيوت والدهون، وانت عارف الدهون دي بتعمل تصلب شرايين، والدهون بتزود من مقاومة الانسولين، فبالتالي الانسولين مش هيعمل ايه الاكشن بتاعه، فيحصل الجلوكوز يفضل يعلى في الدم. ممكن تستخدم زيت الزيتون، زيت الزيتون كويس حلو واحسن من عشان الدهون المشبعة والكلام ده كله. بيقولوا لو في فراخ تحوش الجلد بتاعها، عشان ما كل ده عشان يقلل نسبة الدهون اللي في الجسم. دايما لو عندك الفرخة لما تاكل صدر الفرخة أحسن من تاكل الصاي، عشان الصاي بيكون فيه نسبة دهون أعلى. ده كله عشان يظبط الوزن بتاعه، فبالتالي فيحافظ على وزنه، أو وزنه يقل شوية فيقلل الدهون، ولما يقلل الدهون يقلل من مقاومة الأنسولين، فيدي فرصة للأنسولين إنه يقوم بشغله، فيدخل الجلوكوز الخلية فيقوم يقل في الدم، فما يحصلش هايبر جلايسيميا. بس انا برضو لازم اوضح له اكتر، اقول له انت عندك شوية نصايح برضو لازم تخلي بالك منه. النشويات زي العيش والرز والمكرونة والبطاطس والسكريات والمحشي، بنيجي بقى في دايلما اكل قد ايه. بقول له قلل على قد ما تقدر، والفيصل على الكمية، الفيصل بيني وبينك على الكميات اللي انت بتاكلها دي. بتحلل السكر بيطلع كام؟ لو عالي لا قلل اكتر. طب مظبوط، يبقى الكمية اللي انت بتاكلها دي اللايف ستايل بتاعك مناسب. واقول لك انا باكل نص طبق سكر، نص طبق رز بس، بحلل السكر الاقي مثلا 110 كويس. غيره بياكل ربع سكر، ربع رز بس، ما بتحركش وما بيعملش مجهود، فسكره عالي لا قلل اكتر. فهي الفكره كلها قلل على قد ما تقدر لغايه ما نسبه السكر بتاعتك تحللها تلاقيها كويسه. زي ما قلت لك المسلوق والمشوي افضل، العيش البلدي افضل من الرز، العيش البلدي الاسود افضل من العيش الابيض الشامي عشان السكريات في الشامي ده اكتر، والكربوهيدرات يعني سوري الكربوهيدرات يعني اكتر. قلل من الحلويات والسكريات. عشان تقول له حلويات وسكريات هو مش فاهم، عشان كده بتقول له بتفسر له اشهر 6 فواكه فيهم سكر عالي. هو كله فيه سكر، بس دول اشهر 6 سكر فيهم عالي جدا: العنب، التوت، المانجا، الاناناس، الموز، التين. هقول لك يعني ما تاكلش منهم، لا انت هتاكل بس بدل ما تاكل لي 3 عناقيد خليهم عنقود واحد. طب عنقود واحد وبرضه السكر عالي، خليهم 5 6 7 حبايات. التوت بدل ما تاكل طبق توت خليهم 5 6 توتات. بدل ما تاكل لي مانجايتين 3 تخليهم ثمرة واحدة وحجمها صغير. بدل ما تاكل لي ربع كيلو تين تخليهم تنتين 3. بدل ما تاكل لي 5 6 موزات تخليهم موزة 2. ما تحرمش نفسك عشان جسمك برضو محتاج سكر وطاقة، ولا تخاف انك تاكل فتمنع فسكرك يوطى، ولا انك تسرح في الاكل فسكرك يزيد. هي حكمة زي اللي ماشي على الحبل، لو وعي اما يلي يمين هيقع ميل شمال هيقع، يبقى الفيصل يفضل ايه ماشي ستريت على الحبل. برضو كل اللي نفسك فيه بس بكميات قليلة، واللي يحدد الكميات القليلة ديت مناسبة ليك ولا محتاج تقلل أكتر إنك تحلل سكر إلى سكرك كويس، إنك ما بتخش في سكر واطي ولا سكر عالي، ولا تتحجز في المستشفى بمضاعفات، ولا على طول الأعراض اللي عندك تلاقيها بتقل. يبقى أنت كده الكميات بتاعتك دي والأنواع مناسبة ليك. برضه بقول له الحاجات اللي بترفع السكر: الرز، المكرونات، العيش الأبيض، البطاطا والبطاطس، والسكر نفسه. عشان لما يلاقي سكر عالي 200 و300 يرجع للانواع ديت اللي هو بياكلها، ويبقى عارف ان هي دي السبب، فيبدأ يقلل منها. تعال على الحلويات بقى اللي مليانه نشويات خاصه في شهر رمضان: القطايف، الكنافه، الفوليه، الهريسه، المشبكه، المحاشي، صوابع زينب، بلح الشام، الكحك والبسكويت طبعا، اي تورتات وجاتوهات، الحلاوة الطحينية والحلاوة الشامي، أي حلويات، جلاش، الكلام ده كله. عشان بقول له خلي بالك الكلام ده هو غني بالنشويات والسكريات، هتاكل منه كميات كبيرة، يبقى نسبة السكر عندك هتعلى بنسب عالية، فتخش في مشاكل. نفسك خد بس يعني صباع واحد بلح الشام، كترنا 2، واحدة ولا 2 من الكحك، قطعة صغيرة من الجاتوه، يعني خد كميات بس بسيطة، ما تحرمش لسكرك يوطى، ولا تاكل كتير سكرك يعني. الفكرة كلها اللي احنا بنعرفك ايه الانواع اللي بتزود السكر، عشان لما السكر عندك يعلى تعرف انك الانواع دي انت اكلت منها بكميات اكبر من الطبيعي. طيب نخش على الرياضة.
ما تقولوش العب رياضة وتسيبه، هو مش عارف. الحد الأدنى يمشي على الأقل نص ساعة لمدة 5 أيام في الأسبوع، يعني يمشي 5 أيام كل يوم يمشي نص ساعة، الحد الأدنى. طب لو خلاهم ساعة إلا ربع كويس، طب ال5 أيام خلاهم 6 أيام ممتاز، لكن ما تجيش تمشي لي يومين في الأسبوع وتقول أنا بعمل إكسرسايز. لا، أنت كده قعدت حركتك قليلة، فوزنك هيزيد، الدهون هتزيد، الدهون بتوقف عمل الأنسولين، يوم الأنسولين مش هيشتغل، يوم الجلوكوز يعلى في الدم، سكر عالي، شفت المشكلة فين؟ فلازم تمشي، أنا بقول الحد الأدنى تمشي على الأقل نص ساعة لمدة 5 أيام في الأسبوع، تزودت عن كده في الوقت أو في الأيام ممتاز. أو بقى واحد غيره بقى يقول لك سباحة، واحد يقول لك أنا بركب عجل، ما أعرفش إيه. إحنا بنتكلم بقى في الرياضة الطبيعية اللي مش كل الناس سباحين، مش كل الناس عندهم رياضات خاصة يعني، لكن كلنا بنعرف نمشي. فبنقول الحد الأدنى تمشي على الأقل نص ساعة وعلى الأقل 5 أيام في الأسبوع. وبقول له أنت لما بتلعب رياضة بتحسن من كفاءة الأنسولين، بتسهل إن الخلايا تبدأ تاخد الجلوكوز من الدم وتدخله الخلايا، فمستوى الجلوكوز يقل في الدم وتقلل من مقاومة الأنسولين. اللي بقول له خلي بالك انت هتلعب هتعمل رياضه، فتاخد معاك سناكس كده يعني بونبوني في جيبك ولا حاجه وانت ماشي تاخده منه عشان ما تحرقش زياده، فسكرك يهبط فتدخل في هايبوجلايسيميا. بقول له ان الرياضه دهيت هتظبط مستوى الجلوكوز، هتظبط الوزن بتاعك، وبتزود برضو من قوه العضلات اللي هي الماسل تون، وفي الرياضه بتظبط الضغط بتاعك، فهي كلها فوائد. بقول له لو انت حسيت بأعراض سكر واطي تاخد 15 جرام كربوهيدرات اللي هي تقريبا 3 معالق سكر أو عسل أو حبتين ثلاثة بونبوني من اللي في جيبك، تبدأ تاخدهم في يوم السكر رافع معاك. يبقى هي الرياضة ما تسيبوش كده، تقول له يلعب وتحدد له أوقات وتقول له فوتها إيه عشان يقتنع. طب بقى لعامة الشعب أو الناس اللي هي بري دايابيتس، نحلل السكر نلاقيه أعلى من الطبيعي وفي نفس الوقت مش سكر، اللي هو بري دايابيتس، او واحد ماشي عادي هو هيلسي، ازاي نمنع للواحد يجيله سكر قدر الامكان؟ كل اكل صحي، ما تفضلش بقى تاكل عيش كتير ورز ومكرونه ومحشي مع لدرجه انك وزنك زاد عن اللازم. بنقول له برضو عشان تظبط الدهون عن طريق انك تشيل جلد الفراخ، المشوي احسن من المقلي، زيت الزيتون كويس، تشيل جلد الفراخ، تشيكن بريست بيتر زان الصاي، انك تاكل صدر الفرخة أحسن من الورك بتاعها، إنك تلعب رياضة الفيزيكال أكتيفيتي على الأقل 30 مينت لمدة 5 أيام، أو إنك تركب عجل، أو لو بتعرف سباحة، عشان كل ده بيحرق من الدهون، فنقلل من مقاومة الأنسولين، فيقوم الأنسولين اشتغل بكفاءة. بين الحاجات بقى اللي هي وزنك ما يزيدش، الناس بقى اللي هي حامل بتتابع السكر والضغط دايما، عشان لو جالها لا قدر الله سكر اثناء الحمل تتابعه كويس قوي عشان ما يقلبش معاها، ولو قلب معاها تبقى من البدايه كده متابعاه كويس. ويعني هي برضو يعني الامور دي بتاعت ربنا، بس احنا بناخد بالاسباب العلميه مش اكتر يعني. وانا كده خلصت، وثانك يو فور اتنشن اند جود باي.